يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة صار الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة صار الليل يا ابو تلاتة. ايه عزوز جهز نفسك عشان تلقم مثل خويك. تلقم يلقم القامة والقمة حجر في المعجم الوسيط تعني اسكته، وفي المعجم الكبير تعني افحمه عند الخصام. السالفة ذا يا ابو اتركك منه، الكتب لحست مخه. كمل خلى علي. ها ياسر تعال كمل الجيم. تعال ابيك. الى اين ذاهبون؟ الحوش الحوش. حسنا. خير يا عزوز وش فيك؟ هتقول هس. هل انت منهم؟ منهم ذولي اعداء العلم والمعرفة. انني اتعرض لمؤامرة. اها مؤامرة، ومن اللي تامر عليك؟ ان هذا العالم ليس مكانا لي، انهم يحاربونني سيكولوجيا وسيسيولوجيا. ايه وبعدين وش صار؟ لقد اصبح بيني وبين هذا المجتمع بون شاسع في التفكير الميتافيزيقي. عزوز انت تعبان، اوديك المستشفى. مستشفى؟ سبق وان قلت لكم ان هذا العالم طاردا للعباقرة والمفكرين. لن أبقى ولا لحظة واحدة أيها الحمقى. لن أكون سمتريا. ما هو سمتريا؟ أصمت. والله ما راح يضيع كل عنتر عزوز، اعقل. عنتر لم يضيع قبيلة بني عبس، فكيف له أن يضيعني أيها البزر؟ أنا بزر يا عيال. عزوز عامر اتركه، عزوز صار مخ. سلي يا عبلة الجبيلين عنا، وما لقد بنوا الأعجام منا. أبدنا جمعهم لما أتونا، تموج مواكب إنسا وجنا. وراموا أكلنا من غير ريوع، فأشبعناهم منا ضربا وطعنا. لا 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 لا، يا واد إيش قاعد تسوي هنا؟ دعني أجد إلى العلياء في الطلب، وأبلغ الغاد القصوى بالرتب. يا واد إيش الكلام الخربطة هذه؟ رتب وما رتب، الرتب هذه اللي أنت قاعد تقول عنها هي اللي حتيجي وتاخدك للسجن. وبعدين إيش الشعر هذا الملولو؟ أمشي أمشي قدامي انقلع. يلا قوام يا واد أمشي. شوف 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 ذا المهبول يا رجال، ذا شكله ملحوس. اسحب اسحب عليه. ماذا نفعل عند الحجام يا أبتاه؟ يا ولدي أهجد، يا ولدي تعبتني في حياتي، خلاص أسكت يرحم أمك، لا تفضحنا. هل أنتم من بني عبس أم من بني زبيان؟ من بني هلال. مش عندها السبك؟ خشعت سبك تعني في المعجم الوسيط سبقته الحياة، سبقته التجارب وعلمته وهذبته. تريد تهذيبا؟ عجب. الله يرحم والديك، أنا جاي حلق وامشي بس. سم سم أبشر. هل تصمت أيها الأصلع؟ يا ولدي لا تخليني أعطيك مخمس يحب قلبك. هيا تعال أقعد هنا، أقعد هنا قوام. أقعد. إيوه حسنا يا بتاهو. يا زول تعال حبيبي تعال. اسمع، أبغاك تحلق له زينه عشان ينسى سالفة عنتر. دهشة. من بني من هذا الرجل الطيب يا أبتاه؟ هذا من بني سودان. وأنا من به. إذن هي المباراة.
يا زلمه بارز شنو؟ ده موس حلاقه يا واد. قر عساك القريره يا واد، فضحتنا بين الناس ونزلت وجه الارض. اتقلق يا بتا اتقلق. ان هذه غنائم الغزوه المباركه، فهل من معترض؟ من يعترض فلياتي معي خلف الجبل لنتبارز رجلا لرجل. انا مش معترض خالص، انا مش معترض. حضرتك لو عايز البضاعه خدها كلها، لو عايز المحل كله خده، ولا خد كل حاجه، بس سيبني اعيش. سيبني اعيش الله يخليك، سيبني اعيش. ممتاز. اي خد لك يا عزوز، ارحم امك. جبت لي السمرقه، الحوائج هذه انا اللي حدفع قيمتها، وخلينا نمشي. ابدا لن ندفع. اتريد ان تشوه سمعتك أنت بن شداد بين القبائل يا بتاهو؟ لا لا لا، تشوه مين؟ سمعة حضرتك ده أنت نار على العالم، ده أنت مش عارف أنت عامل إيه في مصر، ده من زمان من أيام هنتر وحبلة، وإحنا بنحبك قوي يا باشا. خد كل البضاعة، خد كل البضاعة حضرتك اللي أنت عايزه كله براحتك خالص. اصمت! فليكن في بالك أننا سوف نأتي لنغزوكم في كل أسبوع مرة أو مرتين. فلتستعد للنزال ايها الوغد. حاضر يا باشا، 2 3 4 الاسبوع كله، لو عايز 8 ايام في الاسبوع اغزو. حاضر يا باشا، حاضر. يا اخوي ترى ما يصير كده، ولدك مريضي تعالج الله يشفيه، لا يجلس يأذينا ويأذي خلق الله في الشوارع. ابشر يا حضرة الضابط، والعذر والسموحة منك، الواد هذا اهبل وعقله فيه لوسة. شوف انت المسؤول عنه، واذا جاني مرة ثانية ما الومه هو الله يشفيه، ألومك انتك ابو. اقول لك له شهر وابو حابسه بالبيت عشان فيوزاته ضاربه. وانت وش كارك؟ شلون وش كاري؟ هذا خوي تبين اتركه؟ بصرب ابليس ابو. انت الله ما اترك خوي يا ولدي. الله يرحم والديك، اسمع كلامي، الواد هذا جنني وفضحني بين الناس، وخايف بكره يجيب لي القريه، والضابط يقول اذا سوى اي حاجه حكون انا مسؤول عنه، عشان كده انا حبسته. يستاهل، خلوا عدل. لا يا شيخ، الحين جايب تعزز لي ولا تعزز له؟ يا عم عزوز، السجن مو بحل، انت سلم ولدك لي واعتبر الموضوع منتهي. ومدجج كره الكومات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. مستسلم جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقومي. مقومي. اوف 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 اوف، وش ذا؟ معلمك ذا منتهي ماله علاج. اسمع انت، هذا ايش اسمه؟ استراحه، يعني نجي نجلس ننبسط نرتاح. وانت يا فقي مو جبته؟ طلعه. اسمع، خذ شلتك ذولي وطلعهم برا. ماذا؟ اطرد فرساني؟ ايه، اقول لك تبي تسكت ولا اطردك معهم؟ يا من شراله من حلاله عله. اتقصدني بهذا الكلام يا غلام؟ انا غلام يا ابو فلافل؟ أنا اللي مطلعك من السجن حق أبوك، ولا كان خست؟ أترفع صوتك على عنترة؟ إذا القتال حتى آخر رجل فينا. القتال! 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 أسمع صديق، 5 دقيقة اتصال كفيل يجي هنا، تفهم ولا ما تفهم؟ كمل. يلا يلا يلا. لن أدعى لكم، لن أدعى لكم، سوف أأتي في مرة قادمة. مكة. كيفو يا خوي؟ الله يستر. ايش في؟ مشينا يا عيال. أتريدون مبارزة الرجل للرجل؟ أم تريدون المعركة مشكل؟ يا عزوز صل على النبي، قل لا إله إلا الله. اصمت، قلت لك انا عنترة. يا اخد عنترة وراسك، من وين ضافهم ذولا؟ اذن القتال ولا شيء الا القتال. القتال القتال القتال. وش قتال؟ الله يرجك انت وراسك. طب ما في صلح ولا معاهدة؟ ابدا وقطعا لا شيء سوى النزال يا بني الاستراحة. اهدى يا فقي، ولا تنسى ان الدنيا فيها شرطة. اذن هل تستسلمون لكي نحقن الدماء والأرواح؟ طب دقيقة خلنا نتشاور،
تعالوا يا عيال. ها وش الشور يا بني استراحة؟ أنا أقول الرجال شكله عنده خطط قتالية وممكن يعدمنا، نستسلم أحسن. وأنت يا صالح شو تقول؟ أنا أقول الحرب خدعة، خلنا ندخلهم من داخل وناخذهم على قد عقولهم. شورك وداية الله؟ خلاص حنا قررنا الصلح والهدنة. الهدنة طعم الحرب؟ الهدنة طعم الحرب؟ الهدنة. ماذا تريدون؟ البخاري 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 البخاري. اتركوا ملاعقب الاستراحة، فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. هجوم هجوم. تريدون الهدنة؟ الهدنة؟ لا. القتال؟ لا. القتال؟ لا. القتال؟ المسليات. 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 الله 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 الله. قبلت الله قبلت محلاها طله. المباسم احمر والضحكة مله. شوفها تبري جروح الفين عله. كانها بدر ظهر بالعيد الاضحى. اسمعنا تلك القصيدة التي كتبتها من أجلي. أنت يا عنتر أقوى واحد بالحارة. بالحارة. الكل يهابك لأنك زلابة. زلابة. أود من الزلابة. أنا الزلابة. أصبر ما خلصت القصيدة. جمعت الكديش وجيتنا بالاستراحة. استراحة. أهلا وسهلا بك يا أبو الشجاعة. الشجاعة. اعطيه عشرا من الابل. طب بلاك انا. ايوه انت. طيب من وينك نياق انت؟ سوف اخبركم من اين اتي بالنوق. اجلس. جبت انا بخاري صديق. لا حرج في ذلك، لكن قبل ذلك علينا بالذهاب إلى مكان ما. أترى ما أرى يا عامر؟ إنها أباعر ورعيانها. أصبت. هيا بنا لنأتي بجيش بني عبس ونغزوها. إذن أقول يا عنترة، بما أني قائد بني استراحة وشاعرك الأول، عندي لك رأي. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الثاني ولا أقصد، ورا ما أنا أروح أجيب جيش بني عبس وأن تراقب الوضع هنا عن كثب. لك ذلك يا عامر. إذن إلى اللقاء. اذهب، رافقتك السلامة يا عامر. الرجال وصل إلى مرحلة خطيرة، واللي يسوي ذا يعتبر سرقة، وأنا بصفتي قائد بني الاستراحة أقول الصلح اللي بيننا وبينهم ملغي. القتال القتال القتال. أقول اهجد أنت عزوز المارك الداخل نمسكه وندبغه. فكرة. لقد حل الظلام ولم يأتي عامر بجيش بني عبس. إنها الخيانة يا عامر. لن أدعها لك يا عامر. عمه، لقد أتيت إلى منزلك لكي أخبرك خبرا سيء. ابنك عامر خائن. نعم إنه خائن
لقد هزمته في وسط المعركة، لذلك يجب عليك أن تتبرأ منه أنت وعشيرتك. أبوك داري لك كابتن لبس؟ سوف أعطيك مهلة خلالين اثنين، إن لم تتبرأ منه أنت وعشيرتك هي الحرب بينكم وبين بني عوف. عامل لو تمثلك تطلب أن تراه، سوف أسامحك لكبر سنك، أقدر من أنذر. هذه الفلية قد أقدر من أنذر يا عمار. أسمع صديق، أنت يبغى بخاري؟ بخاري 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 بخاري. ما في مشكلة، أنا أعطي بخاري، بس هذا نفر كم يعطي أنت فلوس؟ 100 ريال. أنا يعطي 200 ريال. 200 ريال 200 ريال 200 ريال. بس اسمع، ما في يركب خيل، ها؟ ما في يلبس كذا، بعدين ما في أكل كثير، أوكي؟ تبا لله. أنا؟ أيوة أنت. هجل فسخ ملابسك، يلا يلا أنت وياه، يلا فسخ أنت وياه، يلا بيتكم، يلا يلا يلا. 200 ريال برا تأخذونها من شكوش، يلا توكل على الله، يلا يلا صديق، يلا 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 راح، يلا يلا على طول على الحلاق، ها؟ يلا على الحلاق، يلا حاسبهم يا شكوش. عامر، الله يخرب بيتك وبيت اللي يسمع كلامك تاني مرة. خير يا عم، وش صاير؟ أقول لك الواد هذا حيجيب لنا الجرية، وزي ما طلعته من السجن وضربت على صدرك وقلت في وجهي هيا تعال انت وجهك وخرجنا من المصيبة هذه. تخطب عبلة؟ أتخطب عبلة وأنت تعلم أنني أحبها يا خسيمة؟ عزوز أنا جاركم، أنا جاركم سعود، خذ رمضة ما أدري شو اسمه، ما أعرفه، والله العظيم ما قد سمعت عنه. يرحم والدك واخر السيف مني، ما ابغى اموت. تكفى عزوز، اتظن يوم انك تسمي نفسك سعودا ستفلت من العقاب. أخيرا طحت في يدي يا عنترة. عامر؟ أي عامر، أنا خرثمة الذي خطبت عبلة. من هذا إذن؟ هذا سعود جارك. لا، هذا سعود جارك، سكنها. هذا سعود جارك. والآن يا عنترة نريد أن نقاتلك حتى تصبح عبلة من نصيب رفيدنا خرثمة. دعوني أعتي بثلاث من الفرسان على الأقل لتكون مبارزة نزيهة. لن نسمح لك أن تجيب نص فارس، أنت أسيرنا فستواجه مصيرك. وراك متحمس، تراها تمثيلية. إيه لا تتحمس، خذوه إلى الغمارة. إذن إن هذا غش يا بني الاستناعة، إن هذا غش. أنت راح لبيتكم، يلا أبو شوشة، كل واحد البيت، يلا يلا يا ورعي، يلا راح هناك، أنت يلا لا أحد يوقف. يلا يا عيال يلا، تخونونني يا بني الاستناعة، تخونونني. طبعا أنا عنترة، كل شيء إلا الغمارة. تذكر يوم غزيتني وروعتني يا عزيز؟ إيوة أفتكر كل حاجة. سامحوني يا شباب، تخفى سامحوني. سامحوني، وين نصرف ذي، ها؟ جاء الوقت اللي تدفع فيه الثمن غالي. دقيقة صبر، أنا بعترف لكم بحاجة. أنا اسمي مو عنترة يا شباب، كنت بكذب عليكم. أنا اسمي الحقيقي عبد العزيز من مكة شارع منصور. بالله سيبوني خلونا أروح بيت أمي أريح، كنت بامزح. تكفى يا شباب. متأكد من هالحكي؟ يعني موضوع عنتر هذا خلاص؟ بدري علي أكون عنتر، أنا ماني عنتر. إيه كويس يا عيال، اضبطت الخطة. والحين حيو عزوز، حيو عزوز، حيو عزوز، حيو عزوز، حيو عزوز، حيو
هلا كفتة، تعال شوف عزوز على جنان. الحمد لله كوبوي نومو. أهدارك يا مو، نزل مسدساتك الكلبية. شتت اركب بديتي. احنا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا عامر. تعال يا عامر كسر راسك. مالي خلق العب انت وياه. اوف وش فيها قافله معك؟ شغلاتنا انحاشت ونعفسنا ومن اليوم ندور عليها. ايش سالفه الشغالات اللي كل يومين واحده منحاشه؟ ما ادري الزبده انها زرفتنا بفلوس. حتى بلاي ستيشن اخوي سليمان اخذته. يا عيال وضع جوع، تعشيتوا؟ كويس انك تكلمت، توني موصي شكوش راح يجيب لنا عشاء، ابدق عليه يحسب حسابك. يلا كلمه. الو. ايوه ياسر يا ابويا، ما في امل اجيكم لا بعد ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه. لو روحنا نتعشى في الدمام يمكن اسرع. ياهو انتوا مره ملزمين. طيب طيب يلا يلا سري لك. هلو هلو ارحب. حيو حيو. هلا هلا كيفك مجودي؟ مجودي مين يا ابوي؟ اخوي حركات هذه قديمه. ارجع ارجع ورا ارجع ارجع ورا. وش ذا يا عيال؟ وش ذا الطعم اللي يدوخ؟ قايل لكم انه يستاهل هالزحمه. ما ادري شو يحطون ذا الخلطه يا اخي، عجيبه. المره الجايه واحد منكم يصف الطابور. انا بصف بالطابور كل يوم، بس تعشوني على حسابكم. وش تتوقعون حاطين في الخلطه؟ هيل؟ لا انا اتوقع زنجبيل. تحدي من ذبيحه قدام شاهدين عيال. اقول لا تزعجونا، روحوا عندهم واسالوا مديرهم. تم تم. ومن بيعوضني في الخمسة وعشرين ألف وذهبي اللي سرقته وأجهزة عيالي؟ من بيعوضني عنهم؟ أي عبوة الله. المهم البلاغ وبلغنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أخ أخ بس لو إني أصيدها بيديني. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ها بشر عسى لقيتوها. وين ألقاها يمة؟ قطوة هي من حاشة في آخر الشارع. كيف حالي يا مدير كبير؟ الحمد لله. شوف حبيبي، أنا يعطي أنت 50 ريال بس يبغى واحد معلومة. إيش أبغى؟ أنت إيش ركب خلطة جوا شاورما؟ هيل ولا زنجبيل؟ أنا في أعطيهم طعم 500 ريال. أنت روح برا، ما في سبب كرقر زيادة. روح روح روح. ما تفكر؟ الموضوع فيه سر يا عيال. أجل يقول لنا بعطيكم 500 ريال بس اقلبوا وجيهكم عني. عامر كنسل التحدي. ها تبغى تنسحب؟ ما في يا حبيبي. يا عيال خلوا الموضوع علي. كيف؟ أنا أقول لك الحين مال هل عبد المنان هو منهم وفيهم ويجيب لنا العلم. والله جبتها يا عامر. عبد المنان شوف صديق، أبغى أنت يروح جوا عند مدير كبير، سوي قرقر، سوي حب زيادة، يبغى مرة مرة انت سوا سوا هو. أيوة شوف كيف طريقة انت معلوم خلطة شاورما. ليش؟ عشان افتح مطعم كبير بعدين انت تصير مدير كبير بعدين سوي شاورما احسن من هذا. ما شاء الله تبارك الله. 2 ساعة انا في روح سوي صداقة سوي قرقر بعدين معلوم كله انفورميشن. كافو يا الانفورميشن. يجي يا عبد المنان. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو عامر. هلا عسى باشا. والله ها السياره كل يوم ارتفعت حرارتها، ما ادري وش سالفتها. الله يعيننا وياك. الله يعين الجميع.
أم صالح قالت إن شغالتكم ضاعت، وش السالفة لقيتوها؟ لا والله ما لقيناها، بلغنا عنها وهذا أنا قاعدين ننتظر. الله يعين على هالشغالات، حاسونا الله يحوسهم. أي والله حاسونا. غريبة، نقفل جواله. خلنا ننزل نشوف. امشوا عيال. هذا هدية حق انت عبد المنان، عشان انت نفر كويس، شغل مية مية. تستاهل يا عبد المنان. ما شاء الله تبارك الله، هذا الديجيتال مية مية. هي يا ابو وش فيك؟ شوف الساعة اللي على ذا، ما هي بساعة عبد المنان. الا والله هي نفس الساعة. يا عيال واذا نفس الساعة يمكن شاري زيها. لا يا عيال احس الموضوع فيه انه. اقول لك ما شفت عبد المنان؟ لا انا ما في معلوم. عبد المنان يا عامل استراحتنا واحد مليان كذا ما شفته؟ لا لا تفضحونا انتم وراكم سالتوه. خلوا يطلع صاحبنا. اسكت اقول بس. ها بندوف كم مشكلة؟ ये بار بار عبد المنان کا پوچھ رہا ہے یہ چاروں جو آیا عبد المنان کا بار بار پوچھ رہا ہے میرے سے ایسی مشکل یا صديق ابد ندور عبد المنان انت يجي مره ثانيه هنا عبد المنان عبد المنان ايش هذا عبد المنان ما في معلوم اول يجي خلطه الحين هذا عبد المنان يلا هو عبد المنان عبد المنان سوق سوق يلا الله يعينك ابو صالح على هالسياره سلفتهم ذولي الله اعلم وضعهم مشكوك فيه خلونا نطب عليهم واحد دم كذا يا باتمان طيب عامر وش السوات عيال خلونا نمشي الموضوع يبيه تكتك ما شاء الله ما شاء الله وش هالزين وش هالنشاط؟ أمك هالمسكينة وش فيها؟ أتصايح علينا راحت شغالتي راحت خدامتي طاحت يدينا من الصبح طاحت زعجتها في هالبيت قلت يعني عاد ساعدها شوي كافو يبا عاد أنت خذ الزبالة من المطبخ وطلعها برا أبشر أنا بعد ما أروح أجيب مقابل من السوق سيارتي سيارتي سرقت لا حول ولا قوة إلا بالله ألو الحقوا علي تكفون سيارتي سرقت من عند بيتي اي والله خلاص أنا في انتظاركم أبو عامر أبو عامر هل تكفى الحق علي سيارتي انسرقت عجيب والله انا شايف من سطح شايف سيارة البارح وعسى اخذت رقمها شو انا اخذ رقمها قلت يمكن سيارتك خربانه وديتها الورشه اسمع بركب صندوق الونيت واذا مشوا الحقني
وقفوا عند بقالة في المحطة. غشوة. اوف 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 رحنا فيها يا عامر. وش فيك؟ يفتحون الباب يفتحون الباب. خليك وراهم ولا تضيعهم. اوكي ان شاء الله. اسمع خليك منتبه، اذا وقفوا داخل بهذا الوضع بطلع افتح لكم الباب. طيب انتبه يا عامر. ها في شغاله، واحد شهر 3000 ريال. اوكي طلب اي صار جاي تدخله. ها بندو ضلي يا بندو سامر وانا ضلي 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 كم ترى كم ترى هذا كم نقطه ضلي كرو وده سامنا لك ده. شغلتنا شغلتنا سلام اسكت لك هذا. انت تعزوز انت تجي ورا السياره انا ليش جدي ليش جدي يا شباب. عامر وترني ايش في طول ما اتصل انت بتصل عليه. هو يا جود بول راح يا جود بول اسكو छोड़ेगा नहीं. أعطاني بيزي. مين أنت؟ ها؟ أنا عامر. أسكر نامك يا عامر والله. عامر 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 صاحبي. افتح الباب إحنا ننتظرك برا. عمارة توصيزي كوريكا ها؟ عمارة توصيزي كوريكا عمارة ها؟ عامر 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 صاحبي. افتح الباب إحنا ننتظرك برا. الله يرجك الدرج. أسكر أدمي بورك وراي. أسكر لك راح تلديسي. دلدي! عمر عمر شفتوا وفتح الباب لانه سمع رسالتي. هاي 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 يلا يلا جلدي سرا كوسكو انتو بادو روسي سي باندوزكو روسي سي باندوزكو. كابتن الله ينكبك يا وجه النكبه. وين بتروحون؟ مصيركم تمسكون وتخسون بالسجن. انكو سوي سبوندو كالينكو كونا وانو دو او كالينكو سبو دي كيكا كيكرنا على هو صنع طلو زلدي ستيما. انت ستيما ورق ترسل رساله ايش الهرجة يا عيال؟ شوفوا لنا الدبرة نبينا نحاش من هنا. انت اللي دبرنا نكبتنا يلا دبرنا. لا يا شيخ انا اللي نكبتكم ولا تحديك انت. اوماتو مريجان عبد المنان. بسم الله الرحمن الرحيم كيف اجي انت هنا؟ جينا ندور عليك انت ايش جابك هنا؟ هو كلام تعال سوا سوا عطير 3000 راتب. افا يا عبد المنان تبي هنا عشان 3000 ريال وحنا اللي خايفين عليك وجايين ندور لك.
تكفى يا عبد المنان، تكفى فكنا تكفى. وين راح لاجل الملح؟ 5 سنوات وانت اخوني يا عبد المنان، وين؟ پاس آئے دوریاں پھر بھی کم نہ ہوئی ایک ادھوری سی ہماری کہانی رہی آسمان کو زمین یہ ضروری نہیں جا ملے میں آپ لوگ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا کافو یا عبد المنان والله انك رجال كبير احبك يا عبد المنان يلا 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 معلوم هذا شاورما انت كلام خلطه كويس هذا صفي هنا ام عاد هذه الشاورما البطله ايوه اجل هيل ها اجل زنجبيل ها يلا 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 بابو باي سب چپا چپا چندورا وہ بھاگ کے بھاگ نہ رہ پائے جلدی کرو جلدی کرو يا عيال هذه سيارة جارنا ابو صالح اما بابو کیا کرے گا مارے گا قتل کرے گا ہم کو تم سب بندر جائے گا ایک ایک کو سزا ہوگا لمبا والا کیس لگے گا ہم تم کو 50,000 دے گا لیکن تم پولیس کو نہیں بتائے گا یہ وعدہ کرو عبد المنان وش قاعد يقول هو كلام انا اعطي 50,000 ريال بعدين روح وما في كلام بوليس ابوك الكاش اسمع نبي 100,000 ريال ولا بنبلغ الشرطة مشكلة أبد طال عمرك هذه كل السالفة وذي 100,000 اللي اشتروا فيها سكوتنا الله يعطيكم العافية وبيض الله وجيهكم الآن بنرسل لهم فرق وبنبلغ كفلاءهم بإحضارهم بأسرع وقت ممكن أبد ما سوينا شيء هذا واجبنا جايبهم وناثرهم في الأرض ولا تدري عنهم ولا همك إلا الدراهم اللي تأخذها منهم نهاية الشهر وسوهم عمالك متهمين بعدة قضايا سرقات سيارات أطعمة فاسدة استدراج خادمات تزوير والخافي أعظم أنا أول مرة أسمع كلام هذا منك ولا أدري عنهم هذه مشكلتك تتحملها أنت وزين اللي عندنا شباب عندهم غيرة على الوطن وهم اللي كشفوك يا عسكري دخل الشباب أبوي أركب بديت عنا شباب الكم
قرات سيبا لي في ديده زين لدرهبت بالخلال خالي. صح لسانك يبا، هلا والله بلب البطل. الحين بقهويك وبيك تمخمخ علشان بفاتحك بموضوع. خير ان شاء الله وانا ابوك. تبي تعرس؟ والله اذا نجح المشروع والفلوس لعبت بيدي ابعرس وبزوجك بعد. تزوجني بعد انا؟ يعني ازوج انا وياك؟ ايه بليله واحده. وش هالمشروع هذا؟ بيض مسلوق ولا شكشوكة؟ لا يا يبا الله يهديك، لا بيض مسلوق ولا شكشوكة، المشروع له علاقة بالدواجن، يعني بشتري فقاسات وهاتك تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن. طيب والمشروع هذا وين أبوك؟ كم يكلف؟ يا يبا دراسة الجدوى تقول أن تكلفة المشروع 200,000 ريال بس. 200,000 ريال؟ تبيني مرات خمس ولا شيك ولا حولها بحسابك؟ شكلك تطقطق علي يبا. أي بالله أطقطق عليك؟ فقاسات وبيض وفروخ وبدري شنو اقول لك قبل ذبحني قبل. يا يبا اسمع كلامي، الفلوس تبي تلعب بين ايدينا، خلنا بس نسوي هالمشروع هذا ونتوكل على الله. اقول لك اذب على وجهي. سم السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا عم. هلا 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 هلا. والله انا لي 3 ايام ما طبيت بيتي ولي يومين ما اكلت. ايه والمطلوب؟ والله كلك نظر. هذه 10 ريال. بس ابيك تدعي لي المشروع الجديد حق الفقاسات. الله يرحم والديك ويجزاهم الجنه. كنك ما دعيت لي يا عم. والله المشروع الجديد يحتاج له دعم أكبر. أها هذا نظامك؟ نعم. عندك اعتراض؟ لا لا خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حياك الله. عطنا واحد همبرجر وصحن بطاطس وصحن سفري شطة كاتشب مايونيز. 10 ريال حسابك. عادي بكرة أدفع. للأسف ما أقدر والله، أعتذر منك. أجل كنسل الطلب. حاضر أبشر ولا يهمك. أبوك الجوع وش السفات الحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عسى ما أكلت يا أبو شبيب. وش تقول؟ أقول عسى ما أكلت. لا والله ما أكلت. طب عادي تعطيني 10 وارجح لك بكرة. أول مرة أشوف واحد يشحذ من شحاذ. أنا شحاذ، عطني إياها. يا شين اللي ما هو عند سلمته.
شوت يا عيال. الوالد رفض فكرة المشروع. شلون يعني نلغي المشروع؟ وليش نلغيه؟ ننقص من قيمته. كم حنا متفقين من فقاسة؟ 5 فقاسات. طيب نخليها 3. 3 فقاسات كم بتكلفنا؟ تقريبا 120,000. حتى 120,000 غالية. طيب ليه ما نغير الفقاسات؟ نجيب ملابس أو أي حاجة كذا تكلفتها 20,000 وكل واحد فينا يقود 5,000. لا يا شيخ، وش ذا المشروع البايخ؟ ما يزبن ولا قطة الاستراحة. خلاص خلاص كنسل المشروع بس. العب العب بلاي ستيشن. عشرين، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. يا ابو شبيب، مو هو بعامر اللي يرجع بكلامه. هذه 10 ريال اللي اخذتها منك امس. ابو شبيب، ايش السالفه؟ سلامات يا ابو شبيب، وش السالفه؟ وش بك؟ وراك قلبت بعير. وش بك يا ابو شبيب؟ بعدين وش سالفه الرجال اللي طلع من عندك اخر الليل؟ لا يكون تشتغل بالممنوعات. أنت شفته؟ واحد طلع من بيتكم الزبالة وركب سيارته ومشى. وش سيارته؟ وش شكله؟ 1.5 مليون. أنت عندك 1.5 مليون؟ إيه عندي، عندي 1.5 مليون. هذا شقا عمري. طيب دام عندك 1.5 مليون، وشو له تشحد؟ يا ابن الحلال، أنا ما أجي معك 1.5 مليون إلا من الشحادة. ورا تاخذ مني كل يوم 10. اللي صار صار. الحين أنا أبي فزعتي. فزعتي بوشو؟ أنت المفروض أبلغ عنك. أنت مبلغت علي. وش تستفيد؟ أنا عندي الكسور. وشو؟ رجعت لي 1.5 مليون اللي تركها الحرامي، أبعطيك نصفها. من جدك؟ إي من جدي. أنا بعطيك 750,000 ريال. واللي يرجع بكلامه؟ يا شيخ بلا وغدنا. يا عيال موضوعكم انتهى. كيف؟ ضبطتكم 750,000 ريال. عامة كنا محتاجين 200,000، كيف جبت 750,000 انت؟ اطنخوا يا عيال، مالكم الا اللي يرضيكم. 750,000؟ يعني ما نجيب 5 فقاسات، نجيب 15 فقاسة. دقيقة طيب، وشلون جبتها؟ ابد ما عليكم، دبرتها. دبرتها؟ اي عامر، لا تكون طريقة منا ولا منا، انتبه بس. لا منا ولا منا، تيسرت. طيب كيف جبتها؟ الموضوع طويل والفلوس بتكون معنا بس بمقابل. مقابل ايش؟ نمسك الحرامي. اي حرامي؟ اللي سرق ابو شبيب. مين ابو شبيب؟ الطرار. واقولكم على سفرتنا انا والعيال في السنوات الاخيره لاوروبا، الله اكبر، شيء عجب. بس انه ارتبكنا شوي وخفنا يوم قامت الطياره تهزبنا شوي تركضنا. ام الغزلان ما شاء الله دم يكثر في ذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا. هذا أبو شبيب اللي قد قلت لك عنه. لا ما أخذه. وش عندك؟ والله أنا انسرق لي 1.5 مليون. أفا 1.5 مليون؟ وشلون انسرق ذي؟ والله أبد، واحد انقمز بيتي وسرقهن. ها شفتوا يا إخوان؟ شفتوا؟ شفتها مفلح؟ هي نعم. انسرقت من خزنته. من الخزنة؟ ما هو من الخزنة، انسرقن. أجل وين انسرقت منك؟ من الفريزر. شفتوا شفتوا شو يقول؟ يقول من الفريزر. هذا 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 تجميد أموال هذا. الحمد لله. الحين قل لي يا ابو شبيب، الحين وش صنعها يومك تحط الفلوس في الفريزر؟ محل ما احد يتوقع طال عمرك. الظاهر طال عمرك ان الحرامي كان جوعان،
نص الثلاجة هي بياكل يوم فتح ولقى فلوس قدامه قال يا ولد جتك من الله شالها وبشا. وصات 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 يا قربها للي قالها الأخ. لا الحين قل لي ورا ما حطيت فلوسك في البنك وبعدين وش تشتغل أنت؟ أشتغل طرار. طرار طرار تعال يا ولد تعال تعال الله يكبر يقول طرار تعال اخلص طرار دق على ياسر. هلا ياسر وينك؟ قريب؟ عشوة. اوكي اوكي ننتظرك. لا تتأخر ها؟ يلا يلا سلام. يا خلونا ناكل، ايش هذا؟ كل ما نجيب اكل تدلولنا فيه؟ لا يا شيخ، تبي نسحب على خوينا؟ اصبر بطنك في دود انت. كلب. انا كلب؟ لا شكلك الليلة ما انت معديها على خير. اقسم بالله كلب. هدا 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 صلى على النبي صلى على النبي يا ابوي صلى على النبي. اشبه ما تسمعوا وش يقول؟ ما اقصدك انت يا عامر، اقصد الكلب. اي والله كلب عيال، وش جابه ذا؟ هلا بالعيال، هذا هو سكوبي اللي بيطلع لكم الحرام ان شاء الله. كفو ياسر. اوه كويس انكم جايبين اكل لان الكلب ما تعشى. وحنا ايش نتعشى؟ ايش هذا؟ الكلب ياكل دجاجه وحنا ناكل شاورما، ليه في بطنه دود؟ ايه فقي لا تلكد على الكلب خليه يتعشى. ايه كل يا بعد عمري كل، تجيك حبه ثانيه بخاري بعد، ما عليك من كفته. ولع اللمبات وشوفوش يا ابويا ما تشتغل طافي الكهرب. والله ما سددتها. انا اجي للبيت انام وبس، وشو لا تسدد؟ هذا نظامك؟ نعم عندك اعتراض؟ ابوك القعاطة. طيب هل تشك في احد ابو شبيب؟ لا. يوم دخل الحرامي كان معه مفتاح ولا طب؟ وانا وش ادرين؟ ساعة كم صارت الحادثة؟ بالليل، انا شفته يوم طلع وركب سيارته وزبر. مع احد؟ لا ما مع احد. وش نوع سيارته؟ كابرس. وش مديله؟ 2013. وش لونها؟ رصاصي. كم رقم لوحتها؟ ما شفتها. هي انت مخفف تجاوب؟ قلب عليك الموضوع؟ ياسر شوف شغلك. خلاص يا عم لا تشيل هم، هذا الكلب من افضل الكلاب البوليسيه، بيطلع لك الحرامي في 24 ساعه. يلا عيال مشينا. سكوبي مش قدامنا. ايش هذا الكلب؟ تخلوه يمشي قدامنا؟ تحترمونه اكثر مننا؟ اهرب لك هاص، تجيني هاص مهبول انت يا اخي. كل اللي عندي هاص يا اخي، ايش فيك انت؟ هم 42 وحنا 15، ايش فينا نسوي؟ وزع 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 وزع. عرفتوا البيت ذا يا عيال؟ بيت صالح خوينا، هذا اللي يزرف ايام المقصف يوم هنا من المدرسه. اي والله اني شاك فيه الفقي من زمان. الكلب طلع ذكي عنده سالفه. اسف يا كلب. من عند الباب؟ كب. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل تفضل. ابو صالح. هلا هلا. ولدك صالح لنا يومين ما نشوفه بالحاره. الولد طال عمرك ما اخذنا اخته وراح المكه، المكه ياخذ عمره. ايه ما شاء الله. ايه. الله يوفقه. قطو. الله يطول عمرك. شكرا يا عم. الله يسلمك. مع السلامه.
وجع. وش ذا الكلب هذا؟ العذر والسموحة يا عم، هذا الكلب حقي. اقلعه اقلعه ولا تمشي ولا سلام. يلا يا ابوي شغلتنا بالكلب حقك، وبالاخير جايبنا عند بيتنا. الكلب حقك ده ابو كلب ما عنده هرجه. احسن تستاهل عشان ثاني مره تعرف تطلع الحرامي. يا عيال الحين وش الصوت؟ خلونا ندور مصدر ثاني، شكله ما لنا حظ في 750,000 ريال. انا عندي فكره. وشي؟ عامر، مو انت تقول انك شفت السياره؟ الا شفتها. الحاره صغيره، نروح كلنا ندور السياره، واذا لقينا السياره لقينا الحرامي. السلام عليكم. عليكم بس. يلا حي عامر، يلا حيه. ما عندك معارضة اليوم يا ابو خليف؟ والله اليوم عندي ويكند. ويكند؟ طيب نبيك موضوع خاص عادي. ابشر ابشر بعزك عامر. ابد يا ابو خليف، ندور لنا على كابرس 2013 رصاصي، ما تخبر لنا؟ كابرس 2013 رصاصي؟ ابكى لا لا ابكى، عندي فالقرب حقه الشريطية، بس الرجال ما يبي يبيع، ما يبي يبيع. شكل هذا الحرامي يوم درى انه بينقفط قال خلنا نبيعه. تقول صادق؟ انا اعلمك الحين وش اسوي. حركاتك هذه ما تخليها دايم. الله يسعدك. سيارة ملحمة ورانا، شوف. دز دز دز. ها؟ دز دز. حبيبي ملحمين فينا الرجال، خلنا نوقف نشوف ايش عندهم. حلال ما عليك منه، لحم ما لحم. هدي ادخلني هدي ادخلني هدي ادخلني. ما تشوف شر ان شاء الله، وهالمره جت سلامات، تقدر تطلع بعد شوي ان شاء الله. يلا الحمد لله على سلامتكم يا شباب. ان شاء الله عليك يا عامر، انت اللي ما جاك شيء. الحمد لله. بشر يا دكتور، كيف وضع العيال؟ لا وضعهم ان شاء الله طيب، ويقدرون يمشون بعد شوي باذن الله. الحمد لله على سلامتكم. يبا هلا هلا. شبيب ابوك؟ اي ابوي يا عامر، وانا شبيب واعرفكم. تعرفنا؟ اي اعرفكم، حنا عندكم بالحاره جيرانكم، لكن ما عمرك شفتني. وش السالفه؟ السالفه يا عامر ان ابوي مفشلني بهالشهاده، ما غير يشحد بالشوارع، وانا ما ادري ايش اسوي فيه، والمشكله ماني مقصر معه باي شيء، يعني مرخيله الدنيا كلها. اللي تبي سمي يبا سمي يبا. يعني أنت اللي أخذت الأكياس وطلعتها من البيت؟ إيه أنا أخذتها، لقيت الكهرب طافي وشلتها، خفت إن اللحم يخيس. والأكياس موجودة؟ إيه موجودة كلها؟ إيه كلها. أركب بديتك. فقي ذا فقي، الله يرفع الضغط. لا ترمي معك المكنسة، كان سلحب بنت ابن الحلال. طيب بابا كيف؟ ماما كيف؟ انت كيف؟
اوف 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 وش ذا الحوسه؟ جايهم ذولا؟ صديق ما في خير، جينا والمكان حوسه، شكله ما نظف عقبنا امس. من يوم ما طلبنا نزيد راتبه ورفضنا بطل يهتم ولا ينظف. والله حرام نعطي له راتب واحنا نشتغل. صديق؟ صديق؟ ايه هرتوا عليه اعطونا حمراء تراكم مدلعينه. يا صديق يا صديق يا صديق يا صديق ايش جاي ذا؟ مشينا يا هذا مشكلة. قرقر قرقر كثير، كلام كثير، هذا أكل نوم تلفزيون، أكل نوم تلفزيون بس، وراتب ما في قليل، شوية فلوس، أنا كلام في زيادة ما في، كله كسم كسم كسم. أيوة من أصفي؟ أدخل أصفي. سلامات، سامعني ومطنش أنت ورا ما جيت. بابا إيش في مشكلة؟ أنا في كلام بابا ماما أخو مالنا صغير هم هم لقمة أكل إيش في مشكلة أنت؟ قايل لك يا عامر إنه متغير بلاكم معطينا وش فوق اللزوم، ما خرب العمان إلا أنتم. أسمع يا صديق، عليك خصم 200 ريال بعد ما نرجع ألقى الاستراحة نظيفة، تفهم ولا ما تفهم؟ بابا كله كسم كسم كسم، منزير راتب مال أنت بابا. عاد هذا اللي عندي، وإذا تكلمت مرة ثانية أبخصم عليك زيادة، تفهم ولا ما تفهم؟ تفهم أشوى. يلا مشينا عيال، نزل الجوال إن شاء الله على كسمي. يا عيال إيش رأيكم نسفر صديق ونفتك منه؟ إي والله يستاهل خروج نهائي بلا عودة. مهبول أنتوا إياه، ومن اللي يشتغل عندنا بالاستراحة ها؟ تبون أنا بلش؟ وإيش رأيكم نستقدم واحد أحسن منه؟ يجيكم واحد جديد وتبحلون به، يا بيلكم سنة تعلمونه، هم من يقرب عليكم هم من يخرب عليكم، إلا خلكم على عاملكم بس وشو ارتسوا عليه أدبوه. وهو صادق قلت عمي أن أدبه. خل الفخذ حقي ذا خل كلوا عيال. الحين وش تبيبه ذي قطعة غيارة غالي؟ خذ لك يابانية أرخص وتصبر لك لسنين. أناك ما جربتها تغير رايك ها؟ وماله نجربه يلا. ايش الجو البيض هذا؟ حط شي خلي تنكس. يلا ولا 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 اها اها اها. ها صالح ما قلت لي كيف الموتر معك؟ والله ماشي ما جاز ما مثل الياباني. عل عل عليه بس. هذا اللي احبه وهذا اللي ابيه وهذا اللي قدرني ورا ما تطب بحجري ها؟ هو هذا اللي أحبه هو هذا اللي أبي. ها! الرجال صدمته! الرجال! وين رايح؟ وقف! وقف! وقف الرجال! صاحي انت وراك تسلم وتنحاش. انا عارف ايش الحاج بيوهقني وكنت انا اللي اسوق. لا لا تصيح تحسب الخامة مثلك. ارفع لومك هذا ولد عمي. ايه عامر ولد عمك اخطف حقي. يا ابن الحلال ما اخطف حقك، هذا قضاء وقدر. يا عيال تتوقع صار في شيء؟ صدموا قوه اكيد الراجل تكسر. ويمكن انه مات وفي النهايه انا اللي ببلعها. لا حول ولا قوه الا بالله، خويك هلحقنا بيربكنا. والله مو موهقنا انت يا البزر، يا ليتني ما اعطيتك السياره يا شيخ. ورع انت يا خلاص يا اخي هدوا. خلاص خلاص هنا حفرنا هنا دفنا، قفلوا الموضوع. يا عيال افضل شيء كل واحد يروح بيته. يلا يلا قدامي يلا همش.
صديق ايش هذه الوساخه؟ اطلع برا. اصفي ورق بزر. اصفي انقلع 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 سو ساهي. يلا ما هو سوي ساهي. وجع هالطماره ذي ما تستحي. عليك وعلى وضعك انا اللي ما يستحي. مين يصدم نفر وينهاص؟ انا ولا انت؟ وش تقصد؟ اسقصدنا صدم وقوع اكيد الراجل تفضل ويمكن انه مات وفي النهايه انا اللي مبلعها. استانس ولا قوه الا بالله خويك هلحقنا بيربكنا. والله مو موهقنا انت يا البزر. يا ريتني ما عطتك السياره. أثريك تسجل لنا يا نذل. هذا اللي ما حسبنا حسابه. خاين ولازم يعاقب. زف وضعك انقلع انقلع عن وضعي. عامر أنا الجوال اللي معك امسح اللي بوه وفارمته. اللي بوه وفارمته. أنا في ثلاثة نفر واحد صنين ثلاثة كله في ثلاثة نسخة مع ثلاثة نفر. طلع مرتب أموره هذا الفقي لازم يتقدم. يعني يبغى يضرب. أقول كل تبن والفقع. أنت يبغى يسوي اثنين زريمة يضرب ويصدم. هذا في صدم في ممكن كم سأسرع ممكن 50 سنة صدم. وفي موني يعني في فلوس. معلوم ولا ما في معلوم؟ يا صديقي ابن الحلال أنت وش فيك علينا؟ وش تبي بالضبط ده الحين؟ كلاس يا طويل أنت. لا تصيح. فك وزب جوال ثلاثة كاميرا وأنا بعدين في فكر إيش أسوي. أنا في استراحة مال صغن. هذا في جوال ثلاثة كاميرا في صور شباب. هذا طباخ. هذا كناس. هذا آمر حق مصاوير ودي يجيب تارو. هذا سواق مال أنا. هذا يزهك أنا. قول له شباب مع السلامة. مع السلامة. قول صوت مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. سلام ورحمة الله وبركاته. ليه ما في انت السلام كويس صديقنا؟ ايه كأنك سبتمون علينا. لا يكون بس بترسل مقطعنا لأخوياك. ايوه انا في يرسل. ايش في مشكلة؟ في شيء عندك شيء؟ يا بزر يا ورع. لا لا ما في مشكلة بس إن شاء الله بتحذف المقطع. أحذفه؟ الحين أنا جيعان أبي أكل. خابر لك بوفية البطلة. أقول اسكت يا بزر ألفقة. أنا يبي مطعم فايف ستار. لا يا شيخ ما بقلاه. كله نفرات برد. يلا هيهم. هذا المطعم وجبنا أكله وأي شيء تطلبه بنسوي لك إياه. بس وش تبي مننا يا صديق؟ إيش كلام أنت؟ يا صديق شيخ صديق. ما في كلام صديق. كلام شيخ. تخسى ما يخسى إلا قسمك أنت ووضعك. خلاص يا عامر روقنا تكفى. خلاص يا صديق أنت الشيخ. أنت شيخنا كلنا. يخسى ويعقب. في كلام ثاني. أنا يبغى زيادة راتب 3000. هذا اللي ناقص يا عيال. قوم بلغ على أنفسنا ترى مصخ هذا. أنت لو يبلغ عني كلكم إن شاء الله كلابوس. أنا أقول يا عيال ننفذ طلباته ونفكر من وجع الدماغ هذا. صحيح صحيح. صح أنت وهو هذا قوتي. أنت ترمبة ترمبة معلوم. أنتم في طلب بسيط صغير. اوه هذا اللي ما يعطى وجه. اوه هذا اللي ما يعطى وجه. اقول لك ابي عرس ابي ولد يصيل اسم مال انا. من زين اسمك ولا من زين خشك؟ لا من زين خشك انت ووجهك وذبحك وصنبك اللي تقول اريل. ايه اقول اخلص علينا. وش تبي؟ فلوس ما في مال مهر. عرس ما في وسقة ما في ذهب ما في. تقطوا انتم كراتين قواطي ترمبات تقطوا. وعرس ابي عرس راحة. يا ليل من وين جيب لك عروسة انت وجهك بعد؟
لا لا ما في مشكلة. أما أنا كومار استهيت استهيت على وجهي. في 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 بنتنا يا رسالية إن شاء الله، بس أنتم دبروا أنفسكم شوفوا الموضوع إن شاء الله. Good very nice. آئیے آئیے خوش آمدید. شکریہ 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 شکریہ. عاد وراكم لبسينها ناموسية علشان البعوض ما يقرصها؟ ما في مشكلة، اقصف اقصف. ما شاء الله ما شاء الله، وش ذا الزين. شكرية. وي وش ذا الزين، انا ما عرس. ما شاء الله الظاهر اعطيتكم وجه. اقول بدر اسا اكل اكل نفرات. يلا ورع. ابشر ابشر. يلا يلا يا عيال مشينا. يلا هيهم يلا هيهم. تفضلوا حياكم الله على واجبكم. يلا هيهم تفضلوا على واجبكم. يلا هيهم. وش ده انت وهو ما تستهون. لا يا شيخ كنك فليتها. اقول واسكت لا اسمع صوتك. المفروض زايب للرزازين مفطه. ابشر الحين اجيب لك مفطه. انقلع بس لا تطق. سل انت وياه. سام ابشر. يلا شكرا. يلا يلا هيهم. شكريا شكريا. يا هلا يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. عندكم مفطح؟ عندنا مفطح. كم؟ عندنا نوعين، الصغير ب1300 والكبير ب1700. الأجل عطنا الصغير. لا 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 عطنا الكبير. الكبير ايش فيك انت بيفصل علي ذاك؟ كبير؟ اي نزل كبير. الو نزل عندك واحد مفطح كبير الآن. لو سمحت نص دجاجة مندي وكثل لي الزبيب. خيرت وياه؟ مضيعين شي بوجهي؟ لو سمحت. نعم. قد انصدمت؟ ايه. متى؟ قبل اسبوع. تتذكر اللي صدمك؟ ايه زوجتي لما طلبت مني الطلاق. وين؟ وقصده صدمة عاطفية، صدمة موتة. ايه انا كل اسبوع انصدم مرتين ثلاث، لكن ربي يستر عليه. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. اجل انت اللي صدمناك قبل اسبوع؟ ايه انا الوحيد اللي في الرياض ينصدم ولا يجيني شيء. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. اجل ابشر بالمفطح تستاهله. مفطح؟ مفطح وشو؟
هذا المفطح هدية لأن صدمناك قبل يا عم. بيض الله وجهكم، أجل خلوني أروح أقرب السيارة، وأنت مع دبي دجاج. طيب لو سمحت الحساب. كم الحساب؟ 1700. أبشر القطع عيال. حرام عليك يا عم، ما شفت السيارة قدامك؟ يلا تعال خلنا نوديك المستشفى بسرعة بسرعة. ما يحتاج ما يحتاج، قول ما شاء الله ما شاء الله. لا يا عم لازم لازم اوديك، اطمن عليك. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. حياك حياك. الحمد لله ان الله سلمك، بس لازم نطمن عليك ونسوي اشياء. اوه ابو محمد، لا 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 ده مش محتاج اشياء ولا اي حاجه خالص، ده بس استريح شويه وخذوا فيديكم وانتم ماشيين. السلام عليكم. اجل انا استاذنكم، ما تشوف شر يا عم. المهم يا عم، عامل الاستراحه عندنا وناشب ولا يبي يطلع. ترى حسربنا ولعب حسبتنا. والله يا هو فاقع قلبي بعد. عجل يقول لكم يبي مفطح ها؟ حياكم الله على واجبكم. حياكم الله على واجبكم. اجوا اجوا اجوا. اقلطوا. اجل تبون مفطح ها؟ اركب بديتي. عندنا شباب الكم. يا شباب شوفوا الحين الحين يبي يصن بوكس يطلق عليه ويقتله. يا بي اسكت خلنا نتابع الفيلم. مو عرفك يا كفتة ما تعرف حركات تركي، يذاكر الفيلم في البيت ويجي يسمعه عندنا. يا شباب ايش فيكم؟ قسما بالله اني شايف الفيلم مره واحده بس وانا في النوم. هذا وانت بك نوم وش عاد لكم؟ صحصح اصلا معاهم مسدسات يعني اكيد بيطلقوا على بعض. اوه قفطك كفتة والكفاتي. يا جماعه انا رجل سينمائي سينمائي افهم يا درجت وياه. السلام عليكم. السلام. يجي فيفا 20. والله انك ذيبان. اخيرا نزل في السوق وجبت لكم. يعني في طحن وتكسير روس. انا اول من يلعب. اقول لك سرينا قبل ما احد يلعب. انا اقول لك العب انا وياسر والفايز يبارك. هاي هاي يا عيال شيكم عيال، ترى في فيلم خلنا نكمله يا جماعه. ترى الفيلم هذا ماخذ تقييم في السينما العالمية 9.9. يا فقي بلا بوينت بلا كلام فاضي فيفا 20. الظاهر ما عاد به فيلم وانا اخوك. هاي ايش بالدفاع كذا مرة سيء؟ شوف فانداك كأنه احمد عسيري. يعني احمد عسيري انتقل الى ريفلفون. بالله انت كفى لعد تشارك. المشكلة اللعب كله صار بطيء. شوف ميسي يلا يلا يركض كأنه بيعتزل. بدأ شغلة محنكين، كل واحد يقيم اللعبة. أقول العب أنت ساكت ولا؟ عامل حبيبي الشباب في الاستراحة جايبين لهم فيفا 20 وفالينها وقاعدين يلعبون. ولا ندوك ما ندوك يا ابن الحلال. واضحة واضحة ما يبونك ما يبونك ابن الحلال. حبيت ابلغك انا ترى ماني بنمام. لا لا بطيء بطيء هذا احمد عبد الفتاح بطيء مره. حكم يا ابوي فاول ذا. حلال اركض زين انت اكفى. ينزل الفيفا الجديد وتشترونه ولا تعلموني.
خايف اجلدك يا ورع انت وياه. وصل 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 مالك البلاي ستيشن. جاكم جلادكم يا ويكم ويلا. كم يا ورع؟ زي ما اتفقنا 3-0 تنتهي المباراة وتسلم اليد اللي بعدك، اوكي؟ عطه بدري عليك. القم. قرب قرب قرب. وهذا الثاني. بدر عليك. عطى. دزها. إيه. هيا. جيبوا لي غيره. وثلاثة زيرو. وجيبوا لي غيره. وش فيك يا ياسر؟ سواك شوربه في الملعب، رايح جاي رايح جاي، وراك انت ما عندك حارس. الضعيف ام دايب العريق اللي انهزم. يلا يا السور معليش تعيش وتاكل غيرها، الزاويه تنتظرك. زاويه زاويه حبيبي. يلا 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 يلا. شكش. مرحبا امبو. ما عليك يا ياسر، حاخد حقك ازهمها. اخس. اقول اختر فريقك ولا يكثر. ها لا يكثر. كفو كفو شكر. ذا معك ذا معك. عطى عطى. اها اها واها. هل تسبح ولا تلعب بلاي ستيشن؟ اجل نوقفك عند حدك يا عامر. ما منتي، هذا ولد عمي ملك بلاي ستيشن يا وليدي. خارجها العب. بل 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 بل. ايش اللي قاعد يصير يا رب؟ ايش قاعد تشوف انت؟ حبيبي على الاستراحة اشتريت لك فيفا جديد 20. اها اها. تسبح ولا تلعب بلاي ستيشن انت؟ العب العب العب. هنا تحدي بالاستراحة، تفهم ولا ما تفهم؟ والله هاتك يا طحن ايش يفكك. اقسم بالله حماس حماس لين التماس. هذا ابو تريكه حبيبي مسوي تغطية في السناب شات. كب بالله يجي ولا ما يجي؟ يمين بالله يجي. حماس لين التماس اقول لك. تدري ليش خليتك تسجل هدف بالبداية؟ لاني ما ابيها تنتي 3-0، ابيها تنتي كذا. اعوذ بالله النتيجه. معليش والله معليش ما قدرت اكتب والله. طلعت غصب خصم. وصاريني طلعت مع ذاني يا اخي. وش سويت فيه وش سويت فيه؟ بس انت ابن الحلال المقدمه تجلس المباراه هذه ولا عداد كهرب يا عداد كهرب نتفك. اسمع لا تهايط مره ثانيه. كفتة فيك حيل تلعب؟ لا 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 اصلا انا ما احب الالعاب اكثرني لانها تضرني. انا تضرني يا جبان يا خواف يا زيامة. قم يا ورع ايش فيك جالس؟ قم سريع سريع حبيبي. يلا حبيبي. يا 13 فقير. سلام يا أمي. لا سلام ولا كلام. إيش في؟
ليش يا ولدي كذا؟ ليش؟ ايش سويت عشان تسوي كذا؟ ايش سويت؟ انا ايش قصرت معك؟ تعليم وعلمتك احسن تعليم، مدارس دخلتك احسن مدارس، ما في شيء بينقصك الا بجيب لك هو، واخرتها كذا؟ ايش هو اللي كذا؟ انت سمعت عني حاجه؟ 13 يا مفتري، تخسر ب 13؟ لو 3 اقول هين، ما تستحي. ايش الناس ايش تبغاهم يقولوا عنك؟ طب عني ايش تبغى الناس يقولوا عني؟ 13 راحت، 13 جات، ولا ها نسيت تعزم 13؟ شايف ده البلاي ستيشن؟ انت محروم منه، الين ترجع بتاري من ده الواد عامر، مفهوم؟ يا فاشل يا ابو 13 يا ليل الليل حبيبي، قول لي سألك بالاستراحة البارح. الله يمتحن تركي ويمتحن السناب ويمتحن بلاي ستيشن ويمتحنكم كلكم. واو انك فاشل، ترى اللعب فوز وخسارة بس مو ب 13. يا ابوي اسمع، هي عامر ده اصلا خردة وما يعرف يلعب، يلعب على النفسية ويشتت تركيزك، واذا تشتت تركيزك يفوز. هراء وكلام مفقع. تبغى اثبت لك هذا الكلام؟ اثبت. تسوي كل اللي اقول لك عليه. ماتك كلام. بلنتي يلا الحين تلقم. باين اني حضيع بحكم التوتر الملحوظ في وجهك يا عامر. لا يا شيخ شوكش بالله، حط اليد، اتحدى يجيبه، حط اليد. يا خردة يلا سجل يا قوي. يا سمك يا دلخ، شريك انت الحين الباب العارضة من هنا للبتحة وضيعها تصك بخشة عارس. حتى انت قلبت تركي، انا اوريك. العب 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 الحين، انا اوريك. اتوتر اتوتر ابو تاقية يا عيال. اقول العب الميدان يا حميدان، لا تصارخ انت يا، العب العب اذا كنت رجال. يا عيال يا شباب شوفوا عامر انصرخ بسبعة في الفيفا. الله لا يفضحنا، الله لا يفضحنا. حسبي الله عليكم لحتى ولد عمي. ايه اهدى من كذا، اصلا عيال الحارة يسموني ملك الفيفا، وهذا ما فاز علي الا علشان نلعب بندية سعودية. حبيبي ملك الفيفا هناك في بيتكم مو هنا. اي كلنا نعرف نلعب، ما حدا احسن من احد. ابو طاقية انا دائما اهزمك بس ما تمهز زيك، ملك الفيفا وملك الفيفا عسري. ايه لا تهايط، تفهم ولا ما تفهم يا عيال؟ هي 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 ايش فيكم؟ اهدوا شوي. ها شوفوا انا عندي حل، ايش رايكم ننظم بطولة فيفا هنا عندنا في الاستراحة، ونخلي عيال الحارة كلهم يشاركون فيها، والبطل نطلق عليه لقب ملك الفيفا. ومن اللي بينظمها؟ انا. وانا بنظم معك. تمام. الآن خلونا ندخل على الموضوع الأهم واللي هو التكتيكات. طيب يا شباب، أنا عندي التكتيكات اللي ألعب فيها 4 تكتيكات. أول تكتيك هذه في الناحية الدفاعية، إذا أبغى أقفل الملعب تماماً ألعب هذه الخطة، دروب باك الويدث 4 الديب 3. شو تسوي؟ قاعد أذاكر أشوف مقاطع مساعد الدوسري وعبد العزيز الشهري عشان أصير زيهم وأخذ البطولة. والله لو تذاكر من اليوم إلى بكرة طرح تصير زيهم. طب ليش؟ هم عندهم تشكيلات خاصة تعبانين عليها ويلعبون ايكونز، عندهم كرة اسطورية، وانا عندي اسلوب لعب خاص ويفوزني باي تشكيلة. والله انك من جنبه توصل المرمى مربع اكس مارش الهوب تنقطع منك وتلقم جول. ايه لا تتكلم على الشلهوب، يلا راح العب بلاي ستيشن. يلا ذاكر ذاكر. انتم ما تعرفون النظام، ما عاد يفهم فيكم. قسما بالله اما اصلك البلاي ستيشن والغي البطوله. ايش فيكم انتم؟ ترى كلها واحد على فكره، يعني كلكم بتشاركون وكلنا بيختار فريقه. لا يا شيخ، طب وش يضمن لي ان اللي قبلي يمكن يختار فريقي ويروح علي؟ بعدين ايش معنى يعني؟ ايش معنى هذا بتيشيرت احمر قدام وانا جاي قبله واطول منه كمان؟ اهو
بموت ايش دخل؟ ايه زبدة الكلام؟ برشلونة ما حد يلعب فيه الا انا. برشلونة حقي. لا يا شيخ، برشلونة حقي، ما حد ياخذ يا عيال. انا الاول، يا رب بيجيني برشلونة واقهرهم. ها بديت ولا لا يا عيال؟ فريق يوفنتوس لا حد ياخذه. عزوز يا رب. تشيلسي تق الله فيه يا شيخ، تق الله في نفسك. هدوء، قسم بالله هنتكلم يا ويله. كلكم برا، اسحب انت وجهك، لا تكسر الطاوله علينا. ياسر يا الله يا رب. فوضى هنا. أرسنال عز الله أفلحنا. ترى أبقسك أنت بالذات، أنت ترى ولا كلمة عن يتكلم أنا هنا الرئيس. أسحب أنت وجهك. خليفة يا رب يا رب اليوفي يا رب. خلاص نزلها يا أخوي، تدري دوري أنا، ترضى أخذ دورك؟ فاي باي ميونخ، بايرن ميونخ. كفو وربي نطحنكم رايح جاي. مسحب. سلطان. ليفربول. يس. شكوش يا رب برشلونة. شوف الحين ريال مدريد. أبو زيد خير. غبي أنت، هذا الملكي. ملكي مين؟ أيام كريستيانو كان ملكي، دحين أبو كل غير. عبسي أنت واللي جنبك ذا، ترى بشوتكم برا. بف ريال مدريد، ريال مدريد. لا تكسر الطاولة شوي شوي. سعد سم ميلان الى الهزيمه والحافظ الله. على كيفكم انتم، كل مو بعاجبه الفريق. هذه خدعه فيها احترام. واسحب. كفته كفته ابو الكفاتي. برشلونة يا قلت لكم من برشلونة حقي. أبوك يا الحظ شاريه أبوك النادي تلايط. اسحب. عامر عامر الفتى الذهبي. مانشستر. كفو بيض الله وجهك. طيب تعال، مانشستر يونايتد ولا سيتي؟ يونايتد. الله لا يوفق. اركب بديتك.